السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الأعزاء، كي جاكم فيديوهات ديال مارتسيل عجبوكم ولا لا؟ كنتمنى كل واحد تقضي العطلة ديالو يعيشها بكل أريحية. وتنتمنى لكم أخوتي أي واحد داخل المدرسة تكون عنده بداية موفقة إن شاء الله، وبون كوراج لأي واحد مقبل على عام جديد إن شاء الله تكملوها بالنجاح. وهادشي اللي تنتمناه من الله سبحانه وتعالى من بعد الصحة والسلامة يا رحمن يا رحيم. وشكرا لأي واحد كتب لي تعليق وأي واحد شاهد لي تالخر. وطبعا ما نساش نشكر الناس اللي دخلوا عندي عاد جداد والناس القدامين دارهم، مرحب بهم في كل وقت وحين. طبعا هذه هي مرتيرة اخوتي تتشوفوا قدامكم، باينه بالنقاوه ديالها بالشوارع، راه معروفه اخوتي بالطاكسيات ديالها الزرق. المهم غناخدكم واحد جوله بسيطه في الشوارع ديالها، لا الرئيسيه ولا الجانبيه. المهم اخوتي وغتعرفوا بزاف ديال البلايص تنتقدوا منهم. وهذه هي المدرسة العليا للأساتذة لناس. كنت المرة اللي فاتت غلطت وقلت لكم المخبزة اللي أنفاس معاها رولاندو، هي راهي أورلاندو. المهم أخوتي وهذه هي الساحة اللي أنفاس معاها، تتكون عامرة بالعشية بالبياعة والشراية والناس اللي تيبغوا يتبردوا. يعني الشارع تيكون عامر على العموم. انتم ما شوفوش حاجه جميله هاد الوقيته هادي، راه ما كان خارج تحت، كنت خارجه باش نصور لكم هاد اللقطات، لان ملي تكون الطريق عامره تيكون الزحام، يعني ما تقدريش تصوري على خاطرك، تتخلي حتى تتخوى الدنيا. والوقيته ديال الشمس ملي تكون واقفه في السما هاديك ما تيكونوش الناس خارجين بزاف، الا اللي كاينين في البحر تيعوموا تيتبردوا. وفي هاد الطريقة هادي كاينة الباشوية وكاينة الجماعة، هنايا كاينين صحاب الخبز، كاينين على طول من حدا السوق المركزي، يعني اللي بغى يتقدى الخبز تيمشي تما. الخبز ديال الدار، الخبزة كاينة ديال 30، كاينة ديال درهم، كاين ديال 2 دراهم، كل واحد تيمشي على قد اخوتي. وهنايا معروفة جبالة بالكرموس، تنتقدى الكرموس لا غلا على مسكين 10 دراهم. الشارع كله هنايا فيه هداك الشي ديال السناكات، فيه المطاعم، يعني كل شي متوفر. الا ما كنتيش تطيبي في الدار تقدري تشري اي حاجة من الزنقة ونقية هداك الشي والثمن مناسب. وهنا كاين واحد السوق اخوتي شعبي، سوق زوين بزاف بزاف. هذا راه من الخلف ديال الشارع الرئيسي، الناس اللي تيتحركوا وتعرفوا البلايص راه غيعرفوا هاد السوق فين كاين. كاين واحد الاثار، وهذه الكنيسة ديال النصارى قديمة بزاف، هانتوما لاحظوا معتنين بها. اي اثار عندنا احنا اسلامي ولا ديال المسيحيين يعني مهتمين به. هذه ساحة الحرية، وهذا هي الدروبة ديال الأحياء الشعبية اللي كاينين تما. ولكن كل شيء زوين أخوتي ونقي، ما تلقيش نهائي الأزبال مرميين في الأرض. هانتوما لاحظوا كي دايرين النوافذ والأبواب كلها بالأزرق. هذه أورلاندو اللي قلت لكم. المهم حنا دابا غاديين في السيارة وغتشوفوا هاد الشوارع. مرة طلقت لكم سيارة، مرة على الأرجل، من هنا وهناك لقطات. هنا بدات شي شوية الدنيا تتعمر، كاينين الناس اللي سالوا العطلة ديالهم غاديين بحالهم، وكاينين اللي عاد جايين. وهذه هي مارتيل، المدينة السياحية اللي فيها أجمل شاطئ في الشمال ديال المغرب، وجميع الناس من جميع المملكة المغربية تيمشيو ليها. كاينين الشقق الناس تيحطوهم للكراء، عارفين الناس تيجيو عندهم بزاف، يعني في الصيف فاش تتحرك القضية عندهم.
وكذلك البيع والشراء ديال الملابس ديال اي حاجة. كاين واحد الفرق كبير اخوتي بين مرتي شحال هادي ومرتي ديال دابا، يعني لانني شحال من مرة مشيت ليها وكنا تنمشي في الاخر ديال العطلة، يعني من تنساليوها تنمشيو نتقداو المسائل ديالنا من الفنادق وتنجيو. دابا حاليا اللي غيمشي مثلا لمارتيل ما غيمشي ما غيتقدا والو، لان داكشي اللي كاين تما عنده في المدينه ديالو، يعني داكشي اللي عندنا تيتصنع في كازا بلانكا ولا في طنجه هو اللي تيتباع دابا في مارتيل بلا ما تعذبوا بلا، يعني هادشي نقولوا لكم انا من عندي. يعني الواحد لا كان باغي يشري يشري في المدينه، ما يجي لا متقل لا حتى حاجه، الا انا كنتي محتاجه شي حاجه كي هكايا. اما شحال هادي اخوتي كنا تمشي لمارتيل، اول حاجه كانت خاويه، كانوا الناس قلال وكانوا فيها المنتوجات اللي تدخل من برا ديال اسبانيا، وكانت تتباع فيها باثمنه يعني رخيصه. واكثر يا مشيت للفنادق خلاص هاديك تتما تتقي الناس هازين البضائع في الجمال، كاين اللي هازين على ظهورهم العملية ديال التهريب، وكانوا تيبيعوا داك الشي حدا الباب ديال الفنادق جهة البحر. يعني تتمشي تتشري مثلا داك الشي اللي خاصك للشتا، مثلا المعاطف، تشري مثلا داك لي بوت، المضولة، اي حاجة بغيتيها تتلقيها بواحد الثمن رخيص. مثلا تمشي مثلا شي بوتيك تتلقاي شي معطى ب10 آلاف ريال، تما تتلقاي ب50 درهم. وكنت مثلا ماشي غير الملابس، تتلقاي حتى مثلا الشكلاط ماروخا، شكون اللي ما تعرفش ماروخا، والباسطة ديال الكوكو والشكلاط على العموم، الحلويات، الأجهزة الكهربائية، مونينيكس على المصلوح. يعني الناس اللي تيمشيو لتما عندهم هدفين، تيمشي ويدوزوها في الشواطئ الزوينة اللي كاينين تمايا، لا في المضياق ولا في كابو نيغرو ولا في مارتيل، ومين تيساليو العطلة ديالهم تيمشيو يهزو السلعة اللي خاصاهم وتيضربو عصفورين بحجر. حاليا لا، هادشي ما بقاش نهائيا في الشمال. اللي غيمشي غيمشي غير باش استجمام ويقضي وقيته زوينة في البحر ويرجع بحاله. وهذا هو الشارع الرئيسي يا خوتي اللي قلت لكم عليه، وفيه الباشاوية، فيه الجامعة، الشارع اللي تيدي لتطوان. غنساليكم شي شوية فيه وتشوفوا شنو كاين هنايا. كنا غادين لتطوان وضروري ما نصور لكم هاد الطريق هادي. المهم اللي ما عمرو ما شاف مارسيل غيشوفها معايا. في الحقيقة مارسيل من المدن النظيفة، يعني ما تتلقيش نهائيا كما قلت لكم شي زبلة مرمية في الأرض، وكل حاجة في بلاصتها. وانتم لاحظوا مزيان، وماشي غير هي، حتى تطوان ما شاء الله وطنجة نظيفة تتشقشق، خلاوها جبالة تتشقشق هانتوما. والبنايات رائعة وكل شيء قد قد. وهاد المنازل كلهم تقريبا حاطينهم الناس للكراء، كاينين الشقق اللي قرابين على البحر بثمن تيكون زايد، واللي بعادين تيكون شوية الثمن هابط. يعني تقدر الشقة تلقايها حتى 500 درهم الليلة اللي قرابين من البحر، وكاين ديال 300 درهم، وكاين ديال مثلا 100 درهم على حسب البعد من البحر. وهي على العموم مارتي كاملة تقريبا قريبة من البحر، اللي عنده رجلين ماشي مشكل يكريها ب100 درهم الليلة ولا مثلا 150 درهم. والناس أغلبية يبغيوها تكون قريبة من البحر، حيت حدا البحر كاين كل شيء، كاين السوق، كاين الألعاب، كاين المعارض، كاين المهرجان ديال الشواطئ، يعني كل شيء كاين حدا البحر. غادا تدوزي العطلة كري حدا البحر. المهم بالنسبة للتقييم ديالي لمدينة مارتيل، غنعطيها من ناحية ديال السياحة 100%، من ناحية النظافة ما شاء الله 90%. علاش حيدت 10%؟ لأنني لاحظت في البحر كاينين شي ناس
تيرميو الأزبال على الرمال، يعني كاينين لي بوبال ولكن هما يعني غيكون هما من البيئة ديالهم هكاك معفن تيرميو، يعني ما عندهمش النظافة في الدم. المهم اخوتي هذا هو التقييم ديالي المارتين، كاين الزروقية ديال البحر، كاين الخضورية ديال الأشجار، وكاين البيوضية ديال البنايات ما شاء الله. وهذا هو الطريق اللي تيدينا لتطوان، كله جميل كله، انتم تلاحظوا كي داير، غير هو تيكون الطريق مزدحمة جدا، وتعطيو الأسبقية للراجلين، يعني تتكوني غادا في السيارة كيفكايا كاينين الشرطة تيوقفوا السيارات باش تدوزي انتي، عندك الأسبقية الا كنتي غادا على رجليك. هذاك الشيء علاش تتلقى السيركيلاسيون مزدحمة. بالنسبة لتطوان هي بحالك بحال مارتيل، تهي نقية بزاف بزاف، وتهي مزدحمة للغاية، لا بالسيارات ولا بالراجلين. من ناحية ديال داك الشي اللي كنا تنشريو ديال الشمال، كانت الأثمنة في الفنيدق ناقصة بزاف على المضيق، والمضيق تيكون ناقص على مارتيل. كل ما بعتي كل ما تيزيدوا في الثمن، تتلقاي زايد درهم جوج دراهم في البياسة، ولكن مي تتمشي مثلا تقضي في فنيدق تتشوفي عالم آخر، تتكوني قريبة من سبتة، منظر آخر مختلف. حتى ديك الطريق زوينة بزاف اخوتي. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وتكونوا خديتوا معلومات كافية على هاد المدينة بالنسبة اللي باغي يدير السياحة فيها. المهم هي زوينة بزاف، لاحظتوا الشرطة كاينة في الطريق، كذلك زوينة بالرومبات كاينين عجات، وأغلبية ديال هاد السيارات ماشي سيارات محلية، يعني ما تابعينش لتطوان ومارتيل، هادو من الماتريكي ديالهم جايين من مجموعة من المدن من المغرب، يعني برانيين. الناس اللي تعرفوا الدروبة تمايا تيلخصوا هاد الطريق هادي، تيدخلوا في شوارع اخرين تتلقاو راسهم قراب لتطوان، والناس اللي برانيين تيزدحموا في هاد الطريق هادي الرئيسية. تنتمنى انكم استفدتوا من هاد الفيديو، من المعلومات اللي عطيتكم، واللي باغي يزور مارتيل مازال الوقت حتى شهر 9 حتى هو تيكون مازال فيه الرواج. فيديو يستحق المشاهدة، ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك والتعاليق الجميلة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم بإذن الله. نكون صورت لكم جزء من مدينة تطوان، والرحلة مازال مستمرة في الشمال ديال المغرب. إلى اللقاء إخواني، وتحياتي لكم من القلب غتوصل لقلبكم إن شاء الله. إلى اللقاء.